مش سابق قلت لك ما تنزليش العطفه؟ ونزلتي ما تقعديش مع العالم دي؟ انا اقول الكلمه مره واحده بس، فاهمه ولا لا؟ اذا ما فهمتيش اللي بقولك عليه وعملتيه مش هتشوف الشارع ده تاني، فاهمه؟ بتحبسني يا فوزي، هي دي آخرة حبي ومكافأة العشرة؟ كل ده عشان كلمت مسعدة؟ طب أنا هشتكيك لعبد الباقي، لازم أبوك يعرف اللي بتعمله. بس أبوك لو عرف إنك طايح بالكرباج مش هيرحمك. نادية، اهلا يا نادية، اهلا. اهلا بيكي، اهلا. دقيقة واحدة يا نادية، ما تطلعيش دلوقتي، ها؟ أنا هقول لك أنت تطلعي، ها؟ اهلا بيكي. بقول لك ايه، ناديه اختي جايه تزورنا زي العاده وهتمشي. مش عايزك تجيبي لها سيره باللي حصل، انت عارفه انا ما احبش حد غريب يدخل بينا، انت فاهمه ولا لا؟ اهلا 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 ناديه، اتفضلي. دي عزه مسكينه عندها مغص عشان كده بتعيط، الالم بيخليها تعيط زي العيال الصغيرين بالظبط. تحبي اجيب لك دكتور يا حبيبتي؟ طيب حاضر، ثواني. ها بس خليكي زي ما انتي، عن اذنك يا نادية. سلامتك يا عز. عشا فاخر ومكافأة معتبرة، التكتيك وصل. خير يا زكي؟ يظهر ان في اخبار جديدة. اخبار يا استانم، احنا دلوقتي بقينا صناع الاخبار. ما تقول، شوقتني. اخيرا لقيت الفكرة اللي هنوقع بيها فوزي عبد الباقي. اهلا نادي. انا اختك يا فوزي وبحبك. هاتي من الاخر اللي بتعمله في عطفة خوخ.
كل خير. والكرباج اللي انت ماسكه لو تفكري فيها كويس تلاقيها خير. وحكاية الكرباج دي بقى عرفتيها من العطفة ولا من مصر الجديدة؟ يهمك قوي. جاوبيني، عبد الباقي عرف؟ لا الحمد لله. لكن مسيره هيعرف. ما افتكرش، مين اللي هيقوله؟ انا مش هقول، لكن انا متاكده انه هيعرف. عبد الباقي بيعرف كل حاجه وهو مطرحه. انا بدور على مصلحه العيله. ضربك لحسن مصلحه العيله؟ ضرب حسن مش هيخلي حد في العطفه يرفع راسه. اللي بتعمله ده غلط، صدقني. صدقيني انت، انا قادره. الناس دي انا عارفها كويس، تخاف ما تخشيش. وعزه، هي اشتكت لك؟ انا مش محتاجه للشكوى. وقالت لك ايه بقى؟ وفهمتيها ازاي؟ مش ده المهم، المهم انها طيبه وبنت حلال وبتحبك. عارف. ومش هتلاقي واحده زيها. ما عشان كده انا اتجوزتها، وانتي كنتي اول المعارضين على فكره. ده في الاول، لغايه ما عرفتها على حقيقتها. عزه مراتي وانا حر فيها، وكلامي لازم يتسمع. وانا لما اقول ما تنزلش يعني ما تنزلش. انت فاكرها عيل صغير هتهدده بالحبس في اوضه الفيران؟ مالكيش دعوه. السكه اللي انت ماشي فيها دي مش كويسه. انا مش عايز نصايح منك انت يا بنت امبارح. انت، انا هقول لسمير. انت بتهدديني بسمير؟ هيعرف يوقفك عند حدك. انا محدش يقف في سكتي مهما كان. ولا عبد الباقي؟ تبقي ناويه تقولي له بقى. على فكره الكرسي اللي انت قاعد عليه ده كبير قوي، وانت مش قد. هو بيحب البلد، نلبس له بلد. هتاخد التحويجه دي وتدعي لي. محلنا من زمان وصفته ما تخيبش ابدا. انت صحيح مش محتاج لها؟ انما ما يضرش، زياده الخير خيرين، هتبقى تمام التمام. هتدعي لي. سيلا يا استاذ هادم. طلبات ست العرايس. ما شاء الله الجمال ده كله.
مين دي يا زكي؟ العلم عند الله، بس أول مرة أشوفها هنا في المحل. إنما حلوة بنت الإيه؟ أوي، وعايزة اللي يقدرها. دي واحدة هتضل لي طلباتك. بس كله من الأصل، المغشوش ما حبوش. عينيا يا حاضر. هو في حد يحب المغشوش برضه؟ كتير، ياما ناس بتسترخص، لكن أنا لأ. هو أنت من الغورية؟ وبتسأل ليه عليا؟ لا بس بشبه. أنا اسمك إيه؟ فوزي. أنا اسمك إيه؟ مفيش حد شبهي، ولا 40 ولا حتى 2. لا ما هو باين. أنا فوزي عبد الباقي. خلاص يا معلم. خلاص يا ست العرايس. اتفضلي. حسابك كام؟ 8 جنيه. خلي الباقي علشان. مش بزيادة بقى. ما تخافش على ست عايزة توقع راجل. مالك يلا؟ رمضان وحشني يا سعيد. اي والله. هو ليه ياما من يوم ما راح العريش دي ما عادش يبعت جوابات؟ يمكن عشان حاس انه دلوقتي بقى قريب من مصر مش زي الاول. ربنا يخليه عبد الباقي ده، لولا هو رمضان ما كانش عمل ولا خد. يا مسعيده، يا مسعيده، بطلي تعاملي حسن بالطريقه دي. انا معاكي، هو صعبان عليا صحيح، لكن انا متغاظه منه، مفروسه. ايه؟ ليه؟ ضعيف ياما. وانت عايزاه يعمل ايه؟ ما انت عارفه فوزي مفتري. يصرخ في وشه. مين؟ يصرخ في وش فوزي عبد الباقي؟ وفي عبد الباقي ذات نفسه لو حاكم. انت اصلك لسه صغيره يا مسعده. لا ياما انا مش صغيره. عبد الباقي لازم يعرف ان ابنه ماسك الكرباج وطايح في الناس يمين وشمال. مش ممكن عبد الباقي يعرف كده ويسكت؟ طبعا. ولا تفتكر يكون عارف ومطنش؟ لا، عبد الباقي لا يمكن يعرف ان في ظلم على عاطفه ويسكت ابدا. أمّا، انتي مش دايما تقوليلي ان عبد الباقي بيحبنا؟ طبعا. الله، امال ليه حساب العاطفه وراح مصر الجديده؟ ليه حساب الناس اللي بيحبوه وراح ويا الاكابر؟ ما تنسيش ان سي عبد الباقي من الاكابر. بس طول عمره عايش ويانا وسطينا، عايشين بيه وعايش بينا. مين يعرفه في مصر الجديدة؟
سعيدة، يا سعيدة جرى ايه يا مسعيدة؟ بقول لك ايه؟ اوعى تكلمني انا مخصماك. حد يخصم روحه؟ ما انت ضحكت علي. معاش يا مسعيدة. يا سلام يا اخوي، ما انتش فاكر لما قلت لي اضحكي في وشي عشان اصرخ في وش فوزي؟ وضحكت لك ولا صرخت ولا حاجه. يعني انا كده ابقى مديون لك بضحكه؟ وماله يا ستي، خدي لك ضحكتين. اهدى انت بتهزر؟ هو انا كل ما اكلمك جد تهزر؟ خلاص يا مسعيد، ليك عليا بقى اصرخ لك في وشه المره دي. صحيح يا حسن؟ صحيح يا مسعيد، عشان بس ترضي عني. لا يا حسن، انا مش عايزاك تعمل كده عشاني، لكن عشان ده حقك انت. ليه فوزي يمد ايده عليك؟ خلاص مش هخليه يمد ايده عليا، لو جه يمد ايده عليا هخطف منه الكرباج وارميه واقول له مالكش ضرب عليا. اهو كده ساعتها بقى هحبك. انت لسه ما حبيتنيش. اي عشان انت وحش. الله يرحم كلامك عن عينيا. اخويا الحلاوه مش تقطيع. انت وحش عشان تخلي واحد زي فوزي يمد ايده عليك، لكن يكون في معلومك يا حسن، لو انت ما وقفتش لفوزي انا هروح لعبد الباقي مصر الجديده واشتكي له. لا لا يا مسعيده، اوعي تروحي لعبد الباقي. ايه خايف عليا من شبان مصر الجديده؟ انا بخاف عليك يا مسعيده من اي حاجه جديده لا تغيرك من ناحيتي. لا يا حسن، انا ما فيش حاجه في الدنيا تغيرني من ناحيتك الا موضوع فوزي. يا حسن يا حسن، انا عايزه ارفع راسي فوق. هترفعيها يا مسعيده، هترفعيها، ورقبتك تطول 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 لغايه ما تبقى قد رقبه الزرافه. ساعتها تجيب كرسي وتطلع فوق عشان تكلمني. عشان اكلمك. لا وايه؟ هجيب لك 1000 كردان وكردان عشان يملوا رقبتك الطويله بقى اللي قد كده. قد الزرافه. تعال يا فرغلي. مسعيدة، ده فوزي بيه. وايه يعني؟ ده شافنا واحنا بنضحك. ومال؟ ايوه بس لا يكون افتكرنا بنضحك عليه. احسن خليه يطاق. يطاق ويموت كمان، اهو يفهم اللي يفهمه بقى. اهو كده. انا مش قلت لك يا حسن انه بيغير منك؟ تتصور كل ما بيلاقينا بنتكلم مع بعض بتشعل في جتته النار. والله باين كده يا مسعيدة، عشان ما بيطقش اجيب سيرتك قدامه. صح صح مظبوط، وبيضربني كل ما بيعرف انك بتحبيني، لكن بعد كده انا مش هيهمني بقى، انا هقول له في وشه ان انا بحبك حتى لو موتني. يا حبيبي يا حسن، رجعت مهزوم وخايف. خطيبتي كانت قلقانه عليا، غيرت جلدي، قصدي غيرت كلامي، كتبت غير اللي انا بعتقد فيه عشان أأمن مستقبلي ومستقبلها، وتريني بدل ما اوصل للامان خسرت كل حاجه. خسرت احترام نفسي واحترام خطيبتي ليا. فسخت الخطوبه وبعتت لي الدبل مع البواب، ومن يومها ما شفتهاش، وسمعت انها اتجوزت راجل جاهل، زي ما تكون بتقول لي ده احسن منك. ومين اللي دلك على السكة دي؟ مفيش حد.
داخلها برجليك مش بقلبك، عشان كده بتقع، لأنك تقيل على الأرض. شوف، كل الناس دول ويمكن فيهم اللي أضعف منك بيقف ويذكروا الله بالخمس والست ساعات، وما حدش منهم بيقع لأن رجليهم مش على الأرض. شكلهم هنا لكن هم فوق فوق، وانت مش فوق. هو ده فعلا اللي أنا حاسس بيه. يا ريت تدلنا على الطريق. صعب قوي يا ابني ان الواحد يعرف الطريق. اللي عرفوا الطريق ربنا هداهم، وربنا يهديك. روح اقلع الهدوم دي ورجع دقنك زي ما كانت. مش هو ده الطريق بالنسبة لك. شوف شغلك وصالح نفسك، وكله بأمره. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا نادية. كنت عايزة أكلم حضرتك في موضوع. هو مش موضوع خطير ولا حاجة، هو خاص بفوزي والعطفة. فوزي ماسك الكرباج بتاعك وبيضرب بيه يمين وشمال، وبيعامل الناس معاملة وحشة. الناس بقت تكرهه. مش بعيد لو كرهوا اسم عبد الباقي نفسه. انا حاولت ارجعه عن اللي بيعمله لكن ما رجعش. يا ريت حضرتك تناديله وتشد عليه بكلمتين. او حضرتك تروح العطفة بنفسك، بقالك مدة ما شفتهاش. روح العطفة وانت تعرف فوزي بيعمل ايه. حسن، امي ما جاتش لغاية دلوقت. زمانها جاي. زمانها جاي ده ايه؟ لا يكون جرى لها حاجة يا حسن، دي كانت قلقانة طول الليل. اسمع، خليك انت هنا وانا حوصل لحد البيت. لا استني، هاجي معاك لحسن يكون فوزي راح لها البيت وغلس عليها ولا حاجة. فوزي؟ لا، مادام الحكاية وصلت لحد البيت يا حسن ابقى انا كفيلة بيه. بقت 12 ونص ولسه ما جاش. معلش اتقالي اوت بالرق. فوزي بيه، صباح الخير يا فوزي بيه. لا مؤاخذة، اعذرني ما عرفتش انك فوزي بيه الا النهاردة من الاستاذ. زكي زكي استانم. اي خدمة تانية يا فوزي بيه؟ لا متشكر زكي، اتفضل انت دلوقتي. بس بعتلي شيشة وشاي بالنعناع للهانم.
انت بتعز الشيشة قوي اليومين دول. امرك يا فوزي بيه، عن اذن سعادتك. اتفضل. لكن انت لغايه دلوقتي ما قلتليش اسمك ايه. مش ضروري تعرف. بس انت عارفه عني كل حاجه. انا ما اعرفش عنك حاجه، انا اعرف اسمك بس. انت مين؟ انا فوزي، فوزي عبد الباقي، وهو ده كل حاجه. ومتجوز يا سي فوزي؟ لا. وانت اسمك ايه بقى؟ سميني عزيزه. عزيزة؟ ومتجوزة ست عزيزة؟ وجوزي مسافر وعايشة لوحدي. اقعد يا مسعيد، اقعد. مالكيش حق، خضتيني لما ما جيتيش القهوه. قلت جرى ايه؟ جت جري، لقيت الدخان طالع من البيت، قلت استر يا رب. انا قصدي بقى امبارح لما جاني جواب رمضان بقيت مبسوطه قوي انه مستريح، والصبح جتني فكره. قلت ايه؟ اعمل لسي عبد الباقي صينية بسبوسة كان طول عمره بيحب ياكلها من ايدي. واعمل له كمان طرحتين عيش طازة. قومي قومي هاتي السبت اللي هنودي له فيه الحاجات دي. قومي. اهو يا ستي السبت. عايزة ايه تاني؟ ارسل لك هذا الخطاب يا امي وانا في العريش، في الوحدة الجديدة التي نقلوني اليها كما اوصى عبد الباقي. والحقيقه انا مش عارف اعمل له ايه، لاني كنت تعبان جدا في سينا، وهنا كل شيء متوفر وانا مبسوط وعايش مرتاح، ولا ينقصني الا رؤياكم. كان الأوان ترجع للعطفة يا سي عبد الباقي. وش معنى جاي تقولي كده دلوقتي؟ محتاجينك. مين هم اللي محتاجيني؟ الكل. خلاص زمانهم نسيوني، وديني بتابع أخبارهم من بعيد لبعيد. يعني ما انتش راجع؟ لا يا صالح. فهميني بقى، انت هانم ولا معلمة؟ انت شايف ايه؟ انا شايف انك الاتنين. خلاص المهم اللي تشوف. وايه حكاية جوزك دي بقى؟ مالها؟ بصراحة كده مش داخل عليا. اشمعنى؟ اصل يعني واحد متجوز واحدة حلوة زيك كده يسيبها ويسافر. امال هيعمل ايه يعني؟ ياخد لك شقة ان شاء الله، أوضة واحدة، وما يسيبهاش ولا دقيقة. اصل الحياة غالية وتكاليفها كتير. طب ياخدك معاه. يمكن سابني عشان ليك نصيب تشوفني. جايز. بكل حال لو كنت انا كنت عملت غير كده.
امال كنت هتعمل ايه؟ كنت ابني لك بيت ما فيهوش لا بيبان ولا شبابيك، وكنت انسى الاكل والشرب وكل حاجه في الدنيا غير نظره عينيكي وابتسامه شفايفك. ده انت باين عليك هيطلع منك كتير قوي. اكتر مما تتصوري. هتستحملني؟ جربين. خلاص اطلع بينا على البيت في الزمالك. الزمالك؟ ست عزيزة من فضلك. عزيزة؟ عزيزة مين؟ ست عزيزة. عزيزة الهبلة؟ ايه؟ هي دي اللي بتضحك صوتها. ما عندناش حد بالاسم ده، وتفضل امشي يا استاذ، احسن اطلب لك البوليس. العنوان اهو، واحدة ساكنة هناك اسمها نشوى، الشقة اتكسروها، أكبر حتة فيها تبقى قد الورقة دي بالظبط، وهي تجيبوها تحبسوها في الأوضة اللي تحت وبعدين تندهوني. كنت كل شيء. مستنيني ايه؟ بره! يلا انت هو. مش قلت لك لما فوزة هبتدي الشغل هتحلو معانا؟ حصل ايه؟ الحكاية فيها حريم. مش عرفك. هو احنا مش في كل حاجه معاه؟ اشمعنى بعض الايام بيلبس ويتقمع وما ياخدش حد مننا؟ وعرفت؟ طبعا عرفت. واحده اسمها نشوى هانم ساكنه في الزمالك. احنا ايه اللي هنستفيده من الحكايه دي؟ لو عرفنا اللي بينهم هنستفيد. وهنعرف ازاي؟ عملت لك صحوبيه مع سعديه. سعديه؟ تطلع مين سعدية دي؟ شغالة نشوى هانم، دخلت لك معاها في دور حب وغرام لغاية لما قالت لي بسلامة نية على كل حاجة. دي الحكاية عويصة قوي، ومادام دخل فيها الحريم
تبقى طبلت. انا خايف فوزي بيعرف انك بتتجسس عليه يخليك انت اللي في الاخر تزمر. بس ما تقولش الفرغالي وهنداوي وخلينا نلعب لحسابنا. رمضان ابن خالتي صفية مات. ناديا انا راجع عطفة خوخ. يا ما عشنا نستنى